مرحبك طيب الاصلي تشرف الدار عقب سنين مسهونه الدار دارك واهلك عدهم اهلي يا فرحه الدار لا عادوا له مرحبك طيب الاصلي تشرف الدار عقب سنين مسهون دار دارك واهلك عدهم اهلي يا فرحة الدار لا عادوا له الحلال. بو اصيل نقول لك اهلا وسهلا فيك في سهرتنا، والمشاهدين ايضا قاعدين قدام الشاشه ويقولون لك مرحيب. مرحيب مرحيب بي وبكم في الكويت الحبيب. يا اهلا وسهلا فيك. نبدي مع سؤالنا الاول ونقول فناننا وضيفنا ابو بكر سالم فنان يتميز بانه متعدد المواهب، نقدر نقول شاعر ومغني وملحن. نبيك تكلمنا عن موهبتك هذه، أي هي اللي اكتشفتها الأول وأي هي اللي ساكنة داخلك أكثر؟ الشعر هو الكلمة وهو اللحن، لأنه الموهبة تأتي من الشعور كله، وشعوري هي أنا ما أصل نفسي إن شاعر بمعنى الشاعرية الفذة اللي تتصف للشعراء الغنائيين، إنما شوير وأعطي ما يدور في خوالي من بعض أفكار بعض أحاسيس غنائية شعرية غنائية تضاف إليها قالب التلحين والأداء الصوتي. يعني بداية اكتشافك للناحية الفنية داخلك كانت الشعر. عشقت الشعر. نعم. عشقت الشعر من صغري قبل أن أخوض معركة الغناء والموسيقى يعني، وكنت أهوى الشعر كثير وأقرأ الشعراء كثير، وهذا يمكن مما استفدت من هذه القراءات الكثيرة والاطلاعات على كثير من الشعراء العرب سواء كانوا الشعراء في الشعر الجاهلي أو ما بعده، فأصبح شيء يعني في حياتي في كياني كله. والشعر موسيقى اطلعت عليه عن طريق حب استطلاع او كانت دراسه؟ لا قراءات طبعا ما في شك، قراءات الشعر هو مدرسه قائمه بذاته. يعني درسته ولا كان حب للشعر من ذاتك يعني؟ ما في شك لانه الشعر لغتنا وادبنا العربي كله عن طريق الشعر، ما في شك. والشعر هو موسيقى وله بحوره وله ايقاعاته وله فنونه، فما هو بعيد عن الموسيقى ابدا. الموسيقى والشعر هي آلة واحدة. طيب ايهم اقرب الى نفسك، الغناء ام التلحين ام الشعر؟ والله الاثنين كله يعني، انما انا احب الكلمة اكثر. الكلمة هي مقومات الاغنية، ما في شك، دائما تكون على اضلاعها الثلاثة، انما الكلمة هي وقعنا. يعني هذا يجرنا للسؤال الاعتيادي، ان احنا نقول دائما اركان الاغنيه ثلاثه، فايه الاساس؟ دائما يقولون اللحن والشعر والاداء واضافوا لها اخيرا التوزيع. فبرايك التوزيع ممكن يعني تسميه تذهيب وتجميل، وانما هي الاسس المقومات الاغنيه هي الاضلاع الثلاثه هذه ذكرتيها، هذه اهم شيء. ونحن بالذات يعني الشعر الغنائي نحن بالذات كعرب نحب الكلمة أكثر. يعني أنا فهمت لأن الكلمة والشعر دون معانا من زمان الزمن، ووثق معانا أكثر ما وثقت الموسيقى وثق الغنى. يعني نسمع عن الموصلي مثلا، هو شاعر أيضا ومغني، وكثير من المغنين اللي سبقونا من زمان الزمن، لكن ما وثق صوتهم بحكم الآليات ما كانتش موجودة إنها تحفظ وتوثق هذه الصوت. نحن في عصر يختلف تماما يعني، لكن الكلمه وثقت معنا واصبحنا نتداولها من قدم القدم، ونقرا للبهاء زهير، ونقرا للبحتري، ونقرا للسموأل، ونقرا للاعشى، ونقرا كثير منهم، وهلم جرى الين الشعر الحديث الموجود هذا.
ففي وثائق معانا موجوده وملموسه ما بشك يعني. نعم، وبالتالي اذا كان الشعر جيد فبالتالي اللحن راح يكون جيد والاداء راح ما في شك، لانه اذا توظف اللحن مع الشعر نفسه ومع الكلمه وظفت تماما في قالب موسيقي تعبر عن معنى الكلمه، ما في شك انها بتكون جيده وبتكون تؤدى بصوره ايجابيه كثير يعني. دائما في البومات ابو بكر سالم الغنائيه نشوف اسماء محدوده من الشعراء بالاضافه الى اسمك طبعا. فليش تركز على اسماء معينه وما تحاول انك تتعاون مع شعراء يدد مثلا؟ زي ما قلت لك، هو هذا المقومات الاغنيه تتقارب مع بعض البعض في الكلمه والشعر، الكلمه والصوت واللحن. فمثلا انا اخذت من المحضار الكثير الكثير، لان المحضار طرق همومي وطرقت همومه من زمان الزمن، ومو معناته انه انا لا استطيع اغني او لا ارضى انه اغني من شعراء اخرين، بالعكس كان فايق عبد الجليل الله يذكره بالخير اخذت منه بعض الاغاني وبدات استعين به هذيك الايام، ومجموعه من شعراء طبعا هم معدودين مش كثير فعلا، لكن انا دائما تجي لي اغاني من بعض الشعراء مكرره المعنى، يعني حبذا لو تجد اغنيه لها موضوع يختلف عما قبل عما ما غنيته. نعم. الاغنيه تكون موضوعيه، لكن لما يقولها انا احبك ويا حبيبي وشفتك، طيب جميل، هذه مره واحده واحد يقولها، وتجي واحد شاعر ثاني يقول لك انا احبك ويا حبيبي وشفتك، اقول طيب ان شاء الله، تزيد الثالثه فيبقى ما فيش موضوع مكرر جديد بحيث انه يرضى به المتلقي ويحس به، وفي طرق جديد وفي فكره جديده. فالاغنيه هي لما تكون موضوعيه وتعالج مشكله موضوعيه، سواء كانت اغنيه رمزيه او اغنيه اجتماعيه شامله او اغنيه عاطفيه او اغنيه وطنيه سياسيه، تكون يعني ذات افكار متعدده يعني. زين، نفسر هذا على انه هجوم على الشعراء الشباب؟ لا، ما هو هجوم، يعني في شعر انا القاه من شعر الشباب لكنه موضوع متكرر. موضوع متكرر، يعني لو لقيت اغنيه ما غنيتها انا من قبل، ما غنيت موضوعها قصدي، ممكن اغنيها، ممكن اقبلها، اتمنى يعني، اتمنى وارحب دائما، لكن انا مقل ايضا كمان، انا ما عندي غير البوم في السنه واحد يعني، فهي دوب 5 اغاني في السنه اعملها وست اغاني. فيا ريت يعني انا الاقي شيء انه استطيع انه انا احس به اولا ويتمشى مع وجداني ومع اللهجه، نفس الشيء مهمه ومؤثره، ومش مقصور على انه انا اغني للمحضار فقط او لي او لبعض الشعراء المعدودين ابدا، لكن هي جت كذا يعني. طيب، وبالنسبه للالحان هل تعاونت مع ملحنين يعني لحنوا لك؟ نعم، سابقا تعودت، اخذت من اذكر لا اله الا الله عبد الرب ادريس لحن او لحنين، يوسف المهنة عمل لحن زمان، ابو يعقوب حبيب قلبي هذا، وبيني وبينه الايام هذه مغازله كمان على اساس انه نعمل شيء جديد من التراثيات الخليجيه انا وياه. طيب ليش هالتعاون هذا ما يتكرر؟ يعني ممكن نقول انك انت ما تثق في اي ملحن انه هو يفهم طبيعه صوتك ويعطي القدره الصوتيه اللي في صوتك حجمها؟ برغم كل الثقه، خايف، الخوف من العمل الجميل، يعني زي ما قلت لك مع اقلالي في العطاء، فلازم تكون الاغنيه مدروسه وموجوده، ولما يكون ملحن او شاعر قريب القرب مني مش بعيد التداول انا وياه او ارسل لك لحن او ارسل لك قصيده بالبريد، لكن لما تكون في تواجد وجلسات واعرف مكاناتي وعرفت مكاناته من هذا القبيل، ما في شكل العمل بيكون مدروس وجيد، بالعكس انا ارضى.
احلى رنين الوتر نطعم لها طعم حالي عاصوات الغناء محلى رنين الوتر نطعم لها طعم حالي عاصوات الغناء طبنا وطاب السمر حول السويح الجبالي واسعات الفناء الفناء طبنا وطاب السمر حول السويح الجبالي واسعات الفناء يا قلبي ليه بالكدر خليك متاح سالي تاليتها فناء خليك مرتاح سالي داليتها فنا فنا ودانه دانه 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 من عشق ما يبالي لو يطول العناء العشق كله خطر ومن عشق ما يبالي لو يطول العناء يا بحر ما فيك بركم من طوال الدقالك ما بلغنا المنى بحر ما فيك بركم من طوال الدقالي ما بلغنا المنى ما جملتنا العصر هي والرماح العوالي والرهاف القنا القنا ما جملتنا العصر هي والرماح العوالي والرهاف القنا قنا قنا ودانا دانا صالي قدر لما متابة صالي مبعدك ما دنا يا اللي تصالي قدر لما متابة صالي مبعدك ما دنا حي الزمن لي عبر مرت علينا ليالي كلها في هنا 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 في الغصون الطوال حين دنت لنا فيها جنين الثمر لي في الغصون الطوال حين دنت لنا 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 وأنا من زمان الصغر حبه وذكره ببالي ما عرفت الشانة ودانه دانه دانه نطعم لها طعم حالي عصوات الغناء محلى خيوط الوتر نطعم لها طعم حالي عصوات الغناء العشق كله خطر ومن عشق ما يبالي لو يطول العناء العشق كله خطر ومن عشق ما يبالي لو يطول العناء ودانا دانا دانا ودان دانا لدانا دان دانا لدانا ودانا دانا
طيب من ضمن الأسماء أو المطربين اللي قدمتهم في مشوار الأحبة وتعاونت معاهم كان ابنك الفنان أصيل. أصيل أصيل إحنا نعرف أنه هو يغني ويلحن أيضا، هيك هل يكتب الشعر أيضا؟ والله إذا مرض زي أبوه ثاني مرة ما أنا عارف إذا هو الشعر، هو قلت لك أنا الشعر هو يجي رغبة ومحبة واطلاع أهم شيء، لأن أنا بدأت هذيك الأيام لما كنت مدرس في اللغة العربية وحبيت اللغة العربية، والشعر موسيقى فيه البلاغة وفيه الجناس وفيه التورية وفيه الطباق فيه المقابلة جرس كلها جميلة يعني، لأن هذه موسيقى جمل، فيعني الشاعر لما يخطب ويقرض شعره ويقول شعره يغني. طيب شلون تقيم موهبة أصيل؟ أصيل والله ما أبدعها عشان أنا ولدي، خلي غيري. لا يعني كفنان خلي أنت. عنده خامة طيبة صوتية وعنده وجدانياته طيبة، وإنما هو الآن يصرف النظر عن هذه حتى يكمل دراسته، هو الآن في أمريكا يدرس، وعندما يتخرج إن شاء الله طبعا لا أستطيع أقول له ويختار ما يختاره يعني، والفن إذا بدأ في الإنسان ما عاد يقدر واحد يمسكه مهما أبدا، لأنه أشوفه دائما ورايا ويكلمنا بالتليفون وإيش أخبارك يا بابا وإيش ذا وإيش، كله عن الفن أكثر، ومعناته أن الراجل طاح فيها خلاص. فإن شاء الله المستقبل أمامه طيب، وأنا بشوف كل الفنانين اللي في عمر أصيل كلهم أصيل، وغاهم يعني يكون عندهم حسن الاختيار، لأنه الفورة الزايدة والثورة الزايدة هذه صحيح يعني الشبابية تعطي عطاء، احنا كلنا بدأنا نفس الشيء هذيك الأيام، كنا نعمل الجيد وغير الجيد، الغث والسمين، ولكن لما يأتي الزمن ويغرب لنفسه الإنسان يرى أنه فعلا عمل أحيانا هفوات وعمل حاجات أغاني يعني ما هي مناسبة، وهذه كلها دلالة على التعجل في عز شبابه وعز إنتاجه هذيك الأيام. فأنا أتمنى من الفنانين الشباب أنهم تكون عندهم التوأدة وحسن الاختيار حتى يكونوا للمتلقي نفع ومنفعة، ويصبحوا هم يعني بنادول الحياة في هذا الوقت اللي نسمع فيه للأسف بعض الأغاني اللي فيها نوع من الإسفاف، فيها نوع من الرخص، فيها نوع من يعني ما نبغاها إلى هذا الحد يعني. الفنان أبو بكر سالم ارتبط بالفن الحضرمي. نعم. بالأخص. نعم. ليش هالفن هذا بالذات؟ ترعرعت فيه. أمي حضرمية، أبوي حضرمية. على فكرة عندي لك نكتة أنا على وردة الجزائرية، لما أنا سميتها وردة الحضرمية برضو لأنها غنت حضرمي. قبل لا يموت بليغ حمدي الله يرحمه، هي نكتة صديقي اسمه إبراهيم جمعة شاعر من الأمارات وفنان كبير بس روحه مرحة ويحب النكتة، فقال بليغ سمع أن أبو بكر لحن الوردة، قال إزاي أنا اللي غنت لي وعطيت له، كيف تغني أبو بكر ذا لونه غريب هذا ما بتقدر، إيه ليه مش معقول، مسك التليفون وكلمها، ألو يا وردة، قالت له بغيت واه من معي، قال له خلاص تتغني بالحضرمي. شفت كيف؟ نعم. فما في شك انه اللون الحضرمي في دمي وتربيت فيه، واشوف شوارع تريم مسقط راسي، واشوف خالتي واخوالي واهلي نصب عيني دائما، وحاله الغربه وزاد الحنين اكثر، وهذه كلها من العوامل والبوادر كلها اللي أثرت ولصقت بي ونقل همومي أكثر وأكثر، بعدين شعر المحوار وكلماته اللي تتغنى عن الغربة وعن الحنين وعن الرمز وعن الاجتماعيات وعن الحب أيضا، لكن يعني ينطرط حسين ما بين فكرة وفكرة وموضوع موضوع، يعني يغرب الأمور كلها بما يشاهده، يعكس همومه ويعكس الأغنية تعكس كل ما يراه نصب عينه من فرحة ومن كرهة ومن الأشياء في مجتمعه موجودة حاصلة، فهذه صدق الأغنية وهذه الترجمة اللي ممكن يعني المفروض أن الأغنية تحملها. طيب برأيك بما أنك ترعرعت مع هذه الأغنية الحضرمية، منو أفضل من يؤدي الأغنية الحضرمية ومنو أفضل من يكتب الشعر الحضرمي؟
كثير. يعني مدرسة قبل مدرسة المحضار كان مدرسة حداد بن حسن الله يرحمه، وهذه مدرسة قائمة بذاتها وشكل ينفرد انفراد، ولو أنه تأثر بحسين المحضار نوعا ما. اشتهرت، وكان محمد جمعة خان الله يرحمه زمان في عهد حداد أخذ من حداد الكثير كثير، كما أخذت أنا من حسين الكثير كثير بما معنى يعني. وهكذا مدارس يعني مع تلو الآخر، يعني حسين تأثر بهذا وهذه تأثر بهذا، وفيه شعره بس كانوا مغمورين لأنه وسائل الإعلامية كان ما حظوا بها زي ما حظينا بها نحن الأيام هذه. كانوا يعيشون يا دوبك على الأسطوانة القار هذه الكبيرة، المبادلة ما بين بلد وبلد كانت بعيدة طبعا مثيلا عن طريق النواخذ، يا نواخذ خذوني معاكم وخذوا أسطوانة وخذوا فنان، كان الكويت تروح لعدن وعدن يروحوا هناك ويشيلون فنان معاهم عشان القرش يسوون الطبول هذه يهرب من البحر، طبعا البحارة أشهر عارفين الكلام هذا. فهنا هذه وسائل الفنان كانت، يعني عندك عبد اللطيف الكويتي الله يرحمه سمعت عنه جلس سنين السنين في عدن يجي ويروح هكذا مع النواخذ مع التجار مع الأشياء هذه. فالفنان كانت همزة وصل وسيلة تعريف وينفسهم همومهم في عبر البحار والمشاق الصعب هذا والسنابيك الصغير مع الدلع الزايد حقنا هذا والمكيفات والمراكب الزينة اختلف تماما. هذيك الأغنية هي الحقيقية، هذيك المصنوعة من تبر الهموم من تبر القلب الصافي. نحن حصلنا كل غلافيات كلها وسائل مغلفة عندنا، فعشان كذا نحن أنا رأيي الخاص أنه نحافظ على تراثنا ونحافظ على الموروث ولو بذنب البعير، لأن أصلتنا فيها، أهلنا فيها، تربتنا فيها، حياتنا فيها. التجديد جميل والمسايرة ومع التطور، آليات التطور موجودة سواء كانت في الشعر سواء كانت في الموسيقى سواء كانت لازم منها، لكن لا ننسى النسبية والتبعية، فلان بن فلان هي كلمة بن، هذه التبعية، والفن هو اللي يربط والأدب هو اللي يربط ويبقى ويذكرك بريحة الأهل، ونرجع للريحة نفس الشيء. نعم. طيب ننتقل لأبو بكر سالم الملحن، ومثل ما ذكرت أنك تعاونت مع عدد كبير من المطربين من الكويت والخليج ومصر وأعتقد بلاد الشام أيضا. نعم أنا يعني شوفي كان ولا تزال نحن نحظى للأسف بفقر نسائي بالنسبة للصوت النسائي، ما ظهروا عندنا إلا ينعدوا بالأصابع على صعيد الجزيرة كلها ككل. فكان الصوت النسائي وسيلة تعريف لفننا. أنا أتمنى أن أجد من الخليج صوت نسائي جيد أستطيع أن أنا أعطيله شيء يعني يظهر به أو هي تحس بالأداء، لكن ما في قليل. لو وجدنا هكذا هذا حظنا يعني، تعرف في مشاكل كثيره ويعرفها الجمهور الكبير لانه الفن هو جديد، الفن ما ظهر علينا، كان حتى فهمه للاسف الانسان ما هي رساله حميده، يعني رساله اللي هي لغه الشعوب ولغه العالم اصبحت ما فهمناها الا في الاونه الاخيره. كثير من المطربين كانوا يعزفوا عود يقول لك انا الفلاني ما يحط اسمه خايف انه ليش لانه ماسك العود هذا غلط او شيء من العيب يعني. لكن الان بداوا يفهموا كيف الفن وكيف رسالته وكيف اهميته. فمن هنا المراه بالذات طبعا وهذا تحصيل حاصل يغلب عليها الغمور اكثر من الرجل، فعشان كذا ما ظهر الصوت النسائي بمظهر كثير يعني. فاصبحنا ناخذ الاصوات النسائيه العربيه استفاده منها ان تنشر لوننا الجزيري هذا بصوتها الطيب، كما سبق ان انا اذكر فايزه احمد الله يرحمها
أغنية كويتية والله لا أذكر اسمها، صوت السهارة. نعم. وعبد الحليم حافظ أيضا غنى أغنية يا هلي. نحن نرجع على الصوت النسائي أيضا. فأنا أعطيت هذيك الأيام، أعطيت 63، أعطيت نازك قصيدة ليلة اسمها شعت لنا بالنور إذ هل بهاها، وأعطيت المطربة الكبيرة الصوت العجيب نجاح سلام، غنت لي أغنية هذيك الأيام من نظرتك يا زين، هي ميونس أعتقد، نبيلة عبيد، كان نشاطي كله أغلبه في بيروت، أكثر ما تسجيلاتي كانت في بيروت. نعم. وبعدين في الآونة الأخيرة أعطيت بعض المطربات اللي في مصر، فنانة وردة وأنغام. إحنا راح نتكلم عن تجربة وردة في بعد شوي، لكن الحين خلينا في المطربين الشباب اللي تعاونت معاهم. ده بالنسبة للمطربات أنا بتكلم، المطربين نعم. الشباب موجودين. مطربين ومطربات يعني أنا نعم. أتكلم عموما. نعم. منو تحس من المجموعة اللي تعاونت معاهم من الشباب أن هي أدت بصدق وفعلا أنت اقتنعت بها؟ والله كلهم طيبين، ولو ما أدوا بصدق أنا ما رضيت. وفعلا في مطربات غنوا ووقفت التسجيل، يعني وقفت تماما. يعني نسأل منه؟ لا ما فيش داعي، لأنه طبعا هم لكم دينكم ولي دين. نعم. نعم. لكن لا، حفاظا على صوتها وحفاظا علي أنا نفس الشيء. أنا حسيت أنه فعلا ما بتستطيع تأدي الأداء السنكوبي المميز اللي هي موجود في حياتنا في بيئتنا كلحن جزيري أو خليجي بصورة عامة. طيب في أحد عطيته لحن وشفت أنه ما يقدر يأدي وسحبته منه مرة ثانية؟ نعم نعم كثير كثير. وفي بعض الفنانين عندهم الشجاعة، بالعكس أنا الخوف بسميه شجاعة، لما يقول لك هذا اللحن عالي علي أو لا أستطيع، يا ريت تدور لي لحن غيره. كثير تحصل، لأنه هذا عمل هذا بيخلد لك وله، فتكون محسوب عليه ومحسوب علي. فكثير من الفنانات ما استطاع ووقفوا يعني، وبعضهم الحمد لله أدوا ولو المستطاع الطيب. يعني زي أنغام دي صوت جيد، صوت جميل جدا. بعدين أنغام مؤهلة علميا ودارسة ولون يعني غريب عليها لما تغني نوع بغعاته بحركته بسرعته بالمعاني اللي فيها. طبعا لو غنت بالمصري بيكون أجود وأجود، لأنه طبعا لغتها ما في شك. فهكذا يعني تلاقي الأصوات كلها اللي غنت الحمد لله طيبة يعني ما فيش. غنى عبد الله رويشد أغاني، عبد الله رويشد دائما غني الأغاني اليمنية للمحضار، غنى كثير وغنى. عبد الله رويشد قبل ما يكون في تعاون بينك وبينه كان يغني أيضا أغانيك، فشلون تم التعاون بينك وبينه؟ لما غنى أغاني 100%. نعم. لأنه يعني وجد اللقاء، وجد المحبة، وجدت بيني وبينه دائما في القاهرة نلتقي، وشفت الرغبة منه. عبد الله صوت طيب وإنسان طيب، فنان حبوب الله يحفظه. فالرغبة تواجدت، طالما الرغبة تواجدت خلاص غنى. ردوا على خل محروم اللقاء محروم. الله 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 الوصيل. الله عبد الله. نعم الوصيل. ذا دان حضرمي قديم قديم قديم، يا ريت تلعبه بصوتك العذب. الله يخليك يا باسل. والكلمات اللي انا عملتها المتواضعه بس يكون بالرتم السريع يتمشى مع الزمن ومع العصر. نسمعه طيب بالسرعه اللي يا ناسين الحبايب ليش بالقسوه، يا ناس ما تذكروا ليلتنا الحلوه، فين القلوب السلية اللي بها حنوة، ردوا على خل محروم اللقاء محروم، ردوا على خل محروم اللقاء محروم، ردوا على خل محروم اللقاء محروم. طيب نتكلم عن وردة. والورد أحسنه إيش قال إيليا أبو ماضي عن الورد؟ وردة غنية عن التعريف، و
وأنا الحقيقة مكسب لي كثير، لأنها عاشت في يعني مع فطاح للملحنين رياض الصنباطي الله يرحمه، أستاذ عبد الوهاب، هذا قمم الطرب، بليغ حمدي، كثير. وهي ما شاء الله أصبحت تواكب تجاري الزمن. وزي ما قلت لك تفضلت إنه إحنا في ضمارة في الصوت النسائي، فاستعنا ونستعن بالورود كلها، فمن ضمنهم وردة الجزائرية. ليه تبقى وردة الجزائرية، وردة المصرية، وردة الحضربية، وردة الخليجية؟ لأن ما شاء الله عندها ساحة كبيرة ومحبين كبير في كل بقاع عربي، وعندها خبرة، خبرتها الطويلة العريضة هذه والصوت القوي نفعنا أنا كثير، نفعنا كثير. طيب بخبرتها هذه هل استطاعت أن هي تؤدي اللون الحضرمي كما هو مطلوب؟ أنا رميت سنارتي في بحرها حقيقة، وكنت خايف، كنت أشعر بالخوف، وخاصة من ناحية الإيقاعية، الإيقاعات والسنكوبات واللهجة، لهجة مخارج الحروف صعبة يعني بالنسبة عليها. ولكن مع وسائل الترغيب والوسائل الحديثة اللي في الاستوديو الآن، ونغني بهدوء، ونغني اليوم لا تعبانة أغني بكرة الجملة هذه، وغني، أصبحنا نلفق. أنا بقول لك فعلا لو تغني وردة أغنية من الأغاني الخفيفة هذه في حفلة يمكن يصعب عليها فعلا، لكن مع وسائل الاستديوهات العجيبة هذه تخلقي ورود من وردة. فيعني بدأنا نجمع صوتها، وهنا لما شعرت مع البروفة وحست باللحن رجعت ثاني مرة تغني ودخل كيانها، والحمد لله إن شاء الله يكون عند له قبول من الجمهور الكريم. وأنا ما بقول إنه عمل متكامل أبدا، يعني هي محاولة وتجربة جديدة، ويعني لو يعطونا 50% نعمة. طيب شنو نوعية الأغاني اللي قدمتها حق وردة؟ قديم جديد، يعني أعطيتها من قديمي أغنيتين، وأعطيتها أغنيتين جديدة، أغنية طويلة، وثلاث أغاني خفيفة كلها قصيرة يعني، مجرد عن أربع أغاني يعني. صدفة بلا ميعاد، ميعاد قابلت الصباح، أخجل طول الشمس وجهه حين. صدفة بلا ميعاد، ميعاد قابلت الصباح، أخجل طول الشمس وجهه حين. وفي خدوده شعشعة الشمس الأصيل، وأبوي عادنا لم طربنا والتلاحين، طابت يا مروح بلادك ليل والشمس غابت. وعادنا لم طربنا والتلاحين طابت، بهذا الشكل يعني. مصر دائما نعتبرها عاصمة الفن العربي، فهل يتقبل المستمع المصري هذا اللون الحضرمي ويفهم كلماته؟ ليلة زي ما نتقبل احنا اللون المصري، الشعب المصري شعب لا بس اللهجة المصرية مفهومة عندنا. صح كلامك، سبق ان احنا تأثرنا بهم من زمان، وهذه وسائل كبيرة، وسائل سينما، وسائل مسرح، وسائل أدب شامل يعني، وفن شامل، ما في شك التأثر باللهجة المصرية عندنا كانت من زمان الزمن. ولكن هم الشعب المصري يحب الفن، يحب يسمع الكثير والكثير من أي مكان كان، وخاصة من البلد العربية. وأنا أشوف أنه الأغنية الخليجية الآن بصورة عامة همت واتسعت خارج الحدود، وظهرت في مصر، وظهرت في المغرب، وظهرت في الشام وسوريا وكلها. هل سبب انتشارها كان اللحن أم الكلمات أم الأداء؟ أسباب كثيرة، وسائلها كثيرة. لا تنسي أنه الزحف السياحي اللي طرى من الخليجي في السنين الأخيرة على هذه البقعة زي ما تفضلتي، سواء كانت في القاهرة، أثرت أنه السائح يروح يشيل في جيبه
فنانه المفضل. نعم. ويبدأ ينشره هذه وسائل غير مرئية، إضافة إلى وسائل الإعلام الموجودة، إضافة إلى نشاط الفنان أيضا، عمل حفلات هناك متوالية كثير، وجود الفنان الإنسان الخليجي العربي بصورة عامة الآن أصبح قريب التداول وقريب الطيارات، ما خلت شيء يعني، في سويعات وأنت في كل بقعة، فهنا وسائل القرب وسائل واصلت كثير وأثرت على انتشار الأغنية وفهمها عند الطرف الآخر، يعني سواء كانت أغنية مصرية أو أغنية لبنانية أو سودانية أو سودانية، فن برضو خماسي وله كيانه وله وهكذا. وأيضا الأغنية الخليجية همت وانتشرت وأصبحت معروفة كثير. طيب يعني بالمناسبة، إيش رأيك في القنوات الفضائية؟ هل فعلا تساهم في انتشار الفنون ما بين الدول؟ قربت ولو أنها عن طريق الفضاء، نحن نتمنى عن طريق الأرض قبل الفضاء صدقينا، لأنه الحفل الفنان التصاقه بجمهوره، حفلاته بجمهوره، بمجالسه مع جمهوره، مع محبيه، مع أدبائه في الأرض، هذا هو النقد البناء، وهذا هو مرس الفنان، فيعطي له حق الاطلاع وحق النقد وحق المجابهة والمباشرة مع جمهوره ومع نقاده ومع محبيه. احنا كنا كذا، كنا لما نغلط في بيت عربي فصيح يرد عليك واحد لغة، احنا عدمنا هذه، وكيف لما تكوني في الجو خلاص حلاقة في الطير، ما في شك انها طبعا بتؤدي الى 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 تجارب كبير وكثير ونشر كثير وكثير، والعالم قرب خلاص يعني. عشان كذا بدأت حتى الأغنية أصبحت يعني تقرب على على السرعة والخفة والناحية الحركية فيها، بدأت تبعد كثير كل البعد من الدراما ومن الرومانسية إذا صح التعبير، سواء كان في الشعر أو في الموسيقى. بالمناسبة كل أغانيك تغلب عليها العاطفة، يعني في معاني أخرى ممكن الشاعر أو المطرب أنه يتكلم فيها غير العاطفة، فليش تركز على هالناحية بالذات؟ العاطفة جميلة، العاطفة ورثتها، سكبت همومي في كؤوسي طلا، فطفت همومي وغرقت أنا، هذه الحقيقة، لأن الغربة تؤثر، الحرمان من الأم، حرمان من الأب، أنا أترب يعني مات أبوي أنا عمري 8 شهور، فهذه كلها كوامل تدخل في الإنسان وتخرج منها هذه العواطف. الحمد لله كل أصحابي اللي ضميتهم إلى حضني كلهم عاطفيين وكلهم ناس رومانسيين، وما في شك العاطفة جميلة، عاطفة الحب، العاطفة الوجدان، العاطفة، وكل شيء. You
وعشنا صفا معقول انسى وفا من صادني بالموت من زمان الصبا واسرار ما تنتسي القلب شاهد عليها بذا ام ابابا يمكن حسدنا الزمن يمكن اشوف المحب عازف عن الوصل عازف لا هو كذا او كذا ولا تركني ولا حتى نطق الباسل ما زلنا على الأرض وما بين دولنا العربية بين الكويت والسعودية نعم. حضرموت نعم. ومصر نعم. نبي ناخذك الحين نوديك بيروت. الله وبيروت هذه يعني أحلى شبابي قضيته في بيروت نعم. أحلى عمري قضيته في بيروت يعني بيروت بدأت فيها من 61 إلين بداية ضربة بيروت ضربة زحلة على قول هذيك الأيام يعني حوالي 18 سنة من عمري كامل وأنا في لبنان هيدي حبيبة قلبي ايه والله فكل ما سكبته من نشاطي هذيك الأيام وأفكاري المتواضعة جدا بالنسبة لتطوير الأغنية الحضرمية أو غيرها وما من تاجر البسيط ميسور كله كان في بيروت بجمال بيروت بأهل الحلوين بتبولة بيروت بتفاح بيروت يعني لبنان والحب وإنت ذا حلم حققته من امتى هذا كان يقولها حسين محضار لما اخذته معايا على لبنان بيروت جميله بيروت مستشفى لكل العرب مستشفى للفن مستشفى للوجدان مستشفى خيال تسقط طبيعتها كذا هي جمال جبالها وجمال اهلها وجمال ما في شك فلي ذكريات كثيره في بيروت طيب ليش يعني فضلت انك تبدي مشوارك الفني في بيروت, في بيروت بالرغم من ان مصر كانت ولا زالت طبعا هي ام تلك الاونه كان النشاط الفني كله حتى النشاط الفني المصري
كان ينصب من بيروت. نعم. السينما كان تحولوا هذيك الايام كان لظروف ما كانت قد تكون ظروف سياسيه او اقتصاديه لا اذكر، انما كان التيار منجرف كله على بيروت، وسائل المغريات اللي بيحصلها في الفن هناك في لبنان مهيئه. انا تعرفت على اكثر الممثلين والموسيقيين والفنانين المصريين في بيروت، هذه اللي هي من عام 62 الى هلم جرى الى حوالي 5-6 سنوات بالشكل هذا. كان حتى الافلام المصريه او النشاط السينمائي ياتي عن طريق بيروت، وطبعا بالاستعانه من الممثلين المصريين واللهجه المصريه باعتبار انها سائده على الساحه العربيه وعلى السوق العربي. نعم ما في شك. طيب الفنان ابو بكر سالم طبعا حاز على كثير من الجوائز الفنيه، من هذه الجوائز جائزة اليونسكو. نعم. تكلمنا عن هذه. لا هي ما هي جائزة، هي تصنيف. نعم. هم خلطوا هذا بهذا. الجائزة اللي أخذتها أنا هذيك الأيام الأسطوانة للتسويق، الأسطوانة الذهبية سووها، أعتقد أنه حصلها الله يرحمه عبد الحليم حافظ هذيك الأيام. وفي بعض الفنانين أعتقد طلال مداح أعتقد برضه حصلها. الأسطوانة الذهبية هذه تأتي عن طريق مؤسسة اللي تطبع الأسطوانات، الشركة. ومدى بيع الفنان هذه كيف سوقه في بالنسبه للاسطوانات، فتهديله اسطوانه ذهبيه. فانا اخذتها عن طريق على المنطقه هنا، ايام كان 24 ساعه اعتقد انا اشوفك هذيك الايام. وعبد الحليم طبعا اخذها عن طريق سوقه في مصر، لانه ما شاء الله تعداد كبير ما شاء الله وحصل من هذا الكلام. الجوائز انما التصنيف هذا جاء من يسكن بالنسبه للاصوات، كانت هذيك الايام صنفوا مجموعة من الأصوات في العالم، حد في أسبانيا أعتقد وحد في إيطاليا، ومن ضمنهم أنا كنت واحد منهم، على أساس أنه عنده مدى طاقته الصوتية تأتي من فين، سلالمه الموسيقية وتنتهي إلى فين بالنسبة للكتاف، هذا الجواب والقرار وما إلى هذا، بصرف النظر عن نوعية الفنية يعني. بس هذا اللي حصلته يعني. بس أكيد طبعا في جوائز أخرى حصلت عليها من أماكن متعددة، فنبي نعرف قيمة الجائزة عند أبو بكر سالم. ما في شك تابنا شعور طيب ورضا وقبول، لأنه هذا دلالة، ما بيعطيك واحد جائزة، الجائزة ولا كلمة. أنا أكبر جوائز عندي جمهوري الطيب هذا اللي يعطينا كل يوم 20,000 كلمة طيبة وتليفون ورضا ومحبة، هذا أكبر جائزة وأكبر بنك صدقينا. وبعدين تأتي جوائز أحيانا من هيئات من حكومات من هذه، طبعا هذه تقدير للفنان مدى عمله مدى اللي خلدوا لعمله الجمهور، هذا شيء طيب يفرح به الواحد. بالعكس يعني انا يعني افرح كثير بشكل. كثير من المتخصصين في الموسيقى والمعاهد الموسيقيه ايضا يشيدون بمقدرتك الصوتيه. على فكره يكون في علمك انا اول مش باحث موسيقي ولا دارس موسيقي فحل. نعم. لا اخذتها كذا على الطريق يعني. وهذه هي العبقريه يعني عشان احنا اكيد يعني، لكن على قدر أهل العزم تأتي العزائم، فهي يجي عنصر الذوق والخبرة والمعرفة بالناس والاحتكاك باللي قبلك. نعم. واللي حتى ما هو قبل، حتى اللي بعدك أصغر منك، كيف مدى إنتاجه، لازم تحس إيش اللي يسوون الناس، تحاول إنك تسوي الأجود وتنتقي منهم وتشوف هذا وهذا. هذه التداولات تكون الاهتمام، زي الكاتب الأديب لما يقرأ الغير ويعمل كذا ويتداول أي شيء، لابد من وساعة المعرفة هذه واطلاع المعرفة إيش لي أمامك حتى تقدر تنافس بجدية وتعمل عمل محمود يشكر عليه. هذا هو الكلام. طيب إيش رأيك في الأغنية الحديثة بالآلات الحديثة بالمعدات الحديثة؟ جميلة جميلة ومن أجمل ما يمكن، لكن تحتاج إلى غربلة. إحنا هذيك الأيام لما كنا نغني يقولوا أغاني حديثة، كنا المغني حي دينج 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 ايه ده سرع الاغنيه لال، هذا كان ابوها هكذا. الزمن بدا يسرع. حبيبتي انا بحبها كنت ابكي عليها وارسل لها جواب ودموعي على سطورها، شفت كيف؟ مدى بيوصل الجواب هذا لما بيوصل، ورايته في الطرس يكتب مرة خطأ ويمسح خطه برضابه، فوددت لو أني أكون صحيفة ووددت أن لا يهتدي لصوابه. شوف المعاناة هنا والرقة والرومانسية،
الان بالتليفون حبيبي في امريكا كيف حالك؟ هيا بكره بجيكي. 3 دقائق وانا عندها. ما فيش المعاناه. ما فيش الملح والتتشات الجميله هذه والعذاب، العذاب احيانا ترى جميل. نعم. يقول ام كلثوم الله يرحمها ورامي يقول عزة جمالك فين؟ من غير ذليل يهواك. ذلة الحب هنا ما يقصدها بالذلة المعروف عنها مع لغة، لكن ذلة الحب خنعت، فما خنعت سوى لك في الأيام صادني باللحظ مهلا، فها قلبي تخرق بالسهام، فخذه وغربي للعشاق فيه تجدني الزبدة من أهل الغرامي. هنا شوفي الخنوع واللذة للحبيب ما معناته التذلل بمعناه المفهوم. الآن ما فيش، أصبح كل شيء بالبوليستر. نعم. ده صح التعبير. طيب الأغنية من الناحية التقنية، من ناحية المعدات وأجهزة الصوت وال24 تراك و28 تراك وفلترة الصوت أيضا. نعم. نعم. هل هذا لصالح الأغنية؟ الحين بالإيدات وبالمكنتوش ما بقدر الصوت يطلعه وخس الصوت وعمل له تون ربع تون زيادة، ما هذا الكلام. يعني هل هذا لصالح الأغنية؟ وهو في صنعة. في صنعة وفي وفي تثبيت، لكن راحت علينا الشمولية، راحت علينا البيت الفني، العائلة الفنية. لما كنا نقعد مع بعض موسيقيين ومغني يحن تشوفه رمش لك بعين كذا قال آه كتمها وقت التسجيل، حتى يلهب المغني كلمة من المغني أعطته صوله جميل وإحساس، هذا فقدناه. الشمولية ذي الجميلة، أصبح العازف يمسك شنطته الكمانجة يدخل الاستديو ما عارف المغني نوتة قدامه والريتم بوكس عنده وزن الإيقاع يعني خلاص. بعد كم يوم جاءوا الكورال وهكذا، وبعدها جاء المغني حك راسه قلوا بندول وغنى، لا صوتي ما عجبنا بكرة بغني. هنا أصبح في مصنعية، هذه أشياء يجهلها الجمهور، وهذه أشياء فضاحة حتى في الحفلات. بعض الفنانين يتكلوا اتكالية على حكاية التسجيل هذا، وأنه الورقة أمامه والبلاي باك، وأنه بكمل الصوت هذا بكرة، خلوا الجواب الليلة بغنيه والقرار بكرة مثلا. يعني لما يجي في حفلة أمام الجمهور ينفضح، ما عارف إيش غني، لأنه اعتماد كلي كان على الاستديو وقدامه مهندس صوت ما فيش علاقة ولا أكثر. عائلته ذي تفككت وتلاشت وراحت، الناي راح لوحده والشلو راح لوحده والكمانجة راحت لوحده والعود وينهم؟ ها موجودين عند شريط قد كذا الديجيتال انتهى الموضوع. طيب هذه انا يعني زينه شينه حقيقه يعني. نعم. ممكن هالالات فعلا والاجهزه التقنيه هذه ممكن تحسن صوت الفنان؟ اقول لك يا اختي انا اخاف انه بكره واحد يغني في بيته أو آلة ثانية تغني نيابة عنه. يعني الأوبتيكال، هذا الأوبتيكال يمكن الأستاذ مش عارفونه، لو عندنا الجهاز المكنتوش هذا هو أوبتيكال حقه السيستم على ما يبدو لي، لو التليفونات عندنا أوبتيكال مثلا أنا أقدر أغني في الرياض وحط صوتي في عن طريق التليفون في الجهاز هذا المكنتوش في الاستوديو في مصر إلى هذا الحد. يعني عالم تطور غريب غريب، لكن نفقد الملح. ماكو ملح، اكل على اكل طبيب، الطبيب صحيح يعطي لك يصحح لك المرض لكنه ما له طعم. نعم. هذا هو. فانا اشوف الحياه كذا يعني ما فيش المعاناه، هربنا من المعاناه. يعني ما بعرف هي طيبه ولكنها فيها فقدان كثير. ابو بكر سالم غنى ايضا مجموعه من الاغاني الدينيه، فطبعا هذه الأغاني كان لها تأثير، وطبعا الأغاني هذه تنبع من داخل النفس، يعني تختلف طبعا خطها يختلف عن الأغاني العاطفية. الله الله يا أختي، أنا لا يزال في مخيلتي كثير من أهلي ومن أجدادي ومن أساتذتي ومن شيوخي، تربيت على يدهم وعشت معهم الكثير طويل في محافلهم الدينية الجميلة. تأثرت بالعلاء، تأثرت بالبصيري، تأثرت بن علوان،
تأثرت بهذول كلهم شعراء صوفية، البرعي عبد الرحيم البرعي، وكنا ننشد جمال شعرهم الأخاذ الجميل السامي. وشعر صوفي دائما يمتاز له يعني بسمته، له نغمته، له صفته يعني رمزه. الخمريات، شعر الخمريات هذا من أجمل ما قاله شعر صوفي. أذكر قصيدة عبد الرحيم البرعي كنت أنشدها وغنيتها في بعض محافل ونزلت بس بصورة خاصة يعني، يقول فيها: قف بذات السفح من إضمي وانشد السارين في الظلمي، هل رووا علما عن العلم أم رأوا سلمى بذي سلمي، ليت شعري بعدما رحلوا أي أكناف الحما نزلوا، أبذات البان أم عدلوا ينشدون القلب في الخيب. إلى أن يقول: فسقام رعاهم المطر وسرى روح الصبا العطر في رياض طلها درر بين منثور ومنتظم. شوف الجناس اللي فيها الجميل، يقول فيها بعدين: كم صبا قلبي بها ولها، كم أذابت مهجتي ولها، كم حفظت العهد لي ولها قبل سن الحلم والحلمي. أنا في تأليف قافيتي غير محتاج إلى فئتي، سقمي في الحب عافيتي ووجودي في الهوى عدمي. إلى أن يتخلص بمدح الرسول صلى الله عليه وسلم، والوصفكم صاف عن الشبه يا عزيز الشكل والشبه، وعذاب ترتضون به بفمي أحلى من النغم. هنا البيانية الجميلة، هنا الجرس الموسيقي الجميل، هنا القرب عن وسائل الشعر الخالص الجميل اللي فيه البلاغة واللي فيه جميل. هذا كله يهز أوتار القلوب. فإذا أضيف شعرا إلى الصوت إلى الأداء كملت. وهذا يأتي في الشعر الصوفي، الوجدان خالص الخالص في الصوفية، في الشعر الديني، تقرب إلى الله بالوسائل هذه جميلة. الموسيقى معانا، موسيقى في وجدان كل إنسان. ناهيك عن إن بعض الناس يقول لك هذا ليش الموسيقى وما، أنا بقول لك إنه فلسفة عجيبة. يقول إنه الطفل لما يخرج أول يقابل الدنيا يقول: وااا هذه نغمة موسيقية ممكن تكتب الآن في العصر هذا، ممكن واحد يكتبها. أول ما يبادر بها الطفل عند خروجه للحياة. فإذا ملتصق أنا بنا بحياتنا شاعرا أو آلة أو. خلال تجربتك الطويلة مع الفن، طبعا لازم تكون في حياتك محطات في بدايتك اختلفت عن المرحلة اللي مرحلة الانتشار، اختلفت عن المرحلة الحالية اللي انت فيها الآن، فهالاختلاف هذا كيف أثر فيك؟ لا شك انه محطات كثيرة اللي واكبتها انا ووقفت فيها، لكن وقفت فيها بتمعن وتحصيل حاصل، سواء كانت من ناحية التذوق الموسيقي له كان دوره، الاهتمام بنقلة الأغنية من وإلى مراحلي أنا في حياتي الخاصة طبعا يعني أثرت وآثرت على ما أنتجته في المراحل الأخيرة. بدأت أهتم بالأغنية الصنعانية، غنيت الميسور منها، لون صنعاني لون غريب علي، تراث قيم، تراث جميل مستقل بذاته غني. دخلت بخوف وحذر لأن لهجتي لا تساعدنا على أداء اللكنة الصنعانية القح، ولكن بالوسائل زي ما تفضلتي تكلمنا عنها قبل شوي الموجودة وأداء الكلمة مع الكلمة لا 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 لا، شوف كيف القوس الصوتي هذا اللي فيه الذبذبات والحاجة هذه في اللون الصنعاني كان صعب، ولكن الحمد لله يعني خطيته الحمد لله ووفقت فيه نوعا ما. واهتماماتي الآن ما بين الأغنية الجزيرية السائدة الخليجية بصورة عامة، برضو أنا بدأت
أصبو إليها وأفكر فيها جديا، لأنه مرتعي الآن سواء كنت في الكويت أو في أبو ظبي أو في قطر أو في البحرين أو مسقط أو الرياض جدة، أصبح هو هذا الجمهوري، هذول أهلي، فأنا لازم أغني لهم، أغني لهم أحاسيسهم، أغني لهم كل ما يبونه. ما بقول اكتفوا من الأغنية، الحمد لله الأغنية ما تكتفى منها، يعني لو جاءت من حتى من بلاد الفنان لازم يواكب عصره، ولا لازم يصر على يواكب جمهوره، وذول محبيه هذول شايلينه على كفه على اكتافهم، فلازم يغني لهم اي شيء، لازم يغني لهم لهجتهم، لازم يغني لهم يرضيهم على اساس انه لا يسف كثير، يعني يبقى محافظ. هم ما حبوه الا لانه حافظ على نوعيه معينه، كلام معين، هنا يرسم شخصيه الانسان وتصير له ميزة واستقلالية وأرضية وبقعة محبة لدى جمهور، هذا مهم. ولكن هذول هم جمهوري معي في كل مكان، في كل مكان، في كل لحظة، أنا لازم معهم أكون معهم في كل، يعني هذه الفكرة، أنه أحاول أعمل أغنية الآن سواء كان بصوتي أو عن طريق الأصوات الجميلة الشابة المشبوبة الآن في الساحة، أبدأ أستعين بها. وأصيل دائما نلاحظ في أغانيك المصورة والحفلات أيضا أن التعبير الحركي والأداء الحركي مقرون بالغناء. والله هذا تلقائي، أنا تكلمين وتحركين يدك أهو، هذا شيء طبيعي في الإنسان، يعني ما حسبه، أنا ما حسبه أبدا، والعكس هي حالة عن حالة، وأحيانا الإنسان يغني وهو غير مغني، يعني يأتي له اضطراب نفسي أو حاجة أو زعلان، وأحيانا يتجلى وينسى الناس كلها حواليه ويغني، وهكذا حالات هي الإنسان. فأنا ملي أغاني كثير مصورة على فكرة، ما أصلح التلفزيون يعني خلاص سيبت فعلا. مرحب مرحب بك يا الطيب الأصلي، مرحب مرحب بك يا الطيب الأصلي، اتشرف الدار اتشرف الدار، حقب سنين مسهولة الدار، دار أهلك عندهم الدار، دارك وأهلك عندهم يا فرحة الدار، لا عدو فرحة الدار، لا عدو للحنان. مرحبا مرحبا بك يا طيب الأرض، تشرف الدار عقب سنين مسهولة الدار، دارك وانا عدهم ملك يا فرحة الدار، يا عدو السلام. مرحبك يا طيب الأصلي، تشرف الدار عقب سنين مسهونة الدار، دارك وأهلك عدهم أهلي، يا فرحة الدار لا عادوا له الحنان. مرحب
مرحب مرحب بك يا طيب الاصلي تشرف الدار عقب سنين نسهون دار دارك واهلك عدهم اهلي يا فرحة الدار لا عاد له الحلان مخصوص من بالطابق العلوي ليب الحمايم تجيد الصوت بالحون ونورها قطهر مثل القمر يضوي يضوي على حينا كله وعلى الجيران وخص مخصوص من بالطابق العلوي ليب الحمايم تجيد الصوت بالحون ونورها قد ظهر مثل القمر يضوي يضوي على حينا كله وعلى الجيران على الجيران قدم رجلك على رجلي نمشي الهوينا نجيب الوعل بقرون من يزرع الخير يحصد وبايجني ويعيش في قصر عالي شامخ الدنيا يلا يلا نحط القدم رجلك على رجلي نمشي الهوينا نجيب الوعل بقرون من يزرع الخير يحصد وبايجني ويعيش في قصر عالي شامخ البنيان يعيش في قصر عالي شامخ فارق الخلان يا خلي يعيش رهن الفكر والنفس محلول ليله وليلة ما يهنى بهم مبلي السهد الله يعين فارق الخلان ماله من فارق الخلان يا خلي يعيش رهن الفكر والنفس محنون 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 ليله وليله ما يهنى بهم ابد السهد الله يعين مفارق الخلان
طيب شنو علاقة الفنان أبو بكر سالم بالصحافة؟ والله علاقة طيبة، الصحافة ما قصرت، وأنا أتمنى هي يعني مع الفنان في كل صغيرته وكبيرته، وأتمنى أنها يكون نقدها في يوم من الأيام، ما هو نقد خصوصي أو نقد عاطفي لفنان ما، نقد مبني على ما ينتجه الفنان، وعلى الناقد أيضا يكون عنده اطلاعية بالحياة الفنية. يعني للأسف بعض صحفيين يكتبون يقول لك شيخ لو غنيت الأغنية ذي بالعود كان أحسن، أوف ضرب أكثر، تعال شوفنا في الاستديو إيش أعمل، تعبان أقعد بالشهر بالشهرين أحك راسي أدور على مول الإيقاع ما جاء، مول الطبل ما جاء، ويجي صاحب النادي جاء ذاك ما جاء، ونصبر ونعاني، وحالة أبونا حالة، انطفى المكيف ومروحة، نام المهندس جيبونا مهندس صح هكذا، ويا دوبك نقوم الأغنية هذه ونرصها وبعدين نسجلها من مالتي تراك الأربعة ذي، يعني كلها يجهلة بعض المشاهدين للأسف وبعض الكتاب النقاد. أيوة هذا لازم يكونوا، أنا ما أؤمن أنه يشجعوا فنان واحد واحد غيره، لو فنان أدى أغنية واحدة في حياته وهي أثمرت وجيدة يجب أن يشجع، يجب لأنه فنان، أنه قالها بإحساسه، هذه إمكاناته، وليه إحنا نصنف فلان هذا كبير وهذا فلان أنتج وهذا، ليه أي واحد يدخل باب الفن عليه يتكل على الله، فك الغلق، طال انتظاري، أنا أدخل فيه وعلى الله الوكل، ويجب الناقد الفني يكون مع الفنان بكل ما يخطوه من خطواته، يخرج العاطفة ويخرج إذا كان في زعل خاص بينه وبينه أو شيء يكون على جنب. طيب أغنيتنا العربية كيف توصل إلى العالمية؟ أغنيتنا العربية نحن نتمنى أن الأغنية الشعبية هي أساس وانطلاقنا العالمية، فنوننا الشعبية ما قربت كثير إذا ما تكلمنا عن الأغنية العربية شاملة، يعني فيمكن زي ما سلف الذكر أنه وسائل المواصلات أصبحت قريبة الآن، وسائل السائح أنه أقرب من أخوه مكان لمكان، يمكن هذا أثر نوعا ما وأعطى إيجابية لا بأس بها، ولكن نحن يجب أن نوحد موسيقانا العربية. حلو سؤالك جدا عجبنا، أنا الحين تعيش في مخيلتي أنه ماري ماتيوس مثلا هذه مغنية فرنسية مشهورة جدا تغني الأغنية بالفرنسي بالألماني بالإنجليزي، نفس السيستم نفس المزور نفس اللحن، ذهن العالمية. إحنا لغتنا الدارجة ما فهمناها إلى الآن بعضنا البعض، يقف السامع أحيانا على كلمة ما يقولك إيش معنى هذه، فيها تشعبات كثيرة وخاصة في الشعر النبطي والشعر الحميني الشعر الدارج، يعني في تباعد شوية نوعا ما، ولو أنه قد تكون الأرتام موجودة قد تكون الألحان متقاربة جدا، فلنرضى بالوسطى، إذا هناك مثلا حل معين أنه لا نغني الكلاسيكية الجمة اللي فيها السيبويه، ولا نغني المرادفات الدارجة التي يجهلها حتى الشارع العربي من بقعة لبقعة، لأن في آراء للفنانين الكبار يقول لك الإمعان في الخصوصية هو اللي راح يوصلنا للعالمية. صح معاكي، بس أنا قصدي أولا تكييفها وتقييمها عندنا، يعني نودي هذه العالمية ونحن راضين بها أنها هذه مؤهلة أن تكون عالمية، إيش وسائل الترغيب لها، أولا نرضى بها نحن ونختلط بها في وجداننا نحن ككل، هي تنطلق تلقائيا لأن هذه لغة شعوب، والشعوب دائما تفرض وما تبلثه من حياتها سواء كان من أنفاسها سواء كان أدب سواء كان شعر سواء كان موسيقى، هذه حياة شعوب قائمة بذاتها من آلاف السنين، لكن احنا علينا نعمل لها بلورة ونعمل لها محاسن وتذهيب وفريم جميل
ما يشوه هذه المعالم التراثية الشعبية الجميلة تنطلق هي تلقائيا إلى العالمية. وبدأت محاولات يبدو لي، بس إنما هي خصوصيات كثيرة جدا، ما هو ذاك الوجه للأغنية العربية المفروض أن تقام وتنافس العالم عليه، زي ما ننافس نحن الآن الكورة مثلا، الرياضة. بدأنا ندخل إلى العالمية عندما عرفنا أن الرياضة ليست مجرد لعبة تسلية وتسالي ومسك الكورة، إنما عبارة عن تخطيط ودراسة وكيف ولعب جماعي ولعب له موازينه وموازيره وتاك وتيك وتاك ودم ورحنا العالمية. هكذا الموسيقى أيضا لازم تكون كذا. عندنا تراث كبير غني جميل، إيقاعات موجودة، عمال هم يأخذوا مننا، يأخذوا مننا كثير من إيقاعات، سواء كانت إيقاعات من أفريقيا، سواء كانت إيقاعات من آسيا، الإيقاعات المعروفة، وحوها ويطوروها هناك. في شغف للأغنية العربية، ولكن هي ما الأغنية العربية إلى الآن ما قالت أنا هو، يعني هي بنفسها. فأتمنى في يوم من الأيام أنها تغربل وتتفق أول مع بعضها البعض كأغنية عربية، لا شك تلقائيا هي أوتوماتيكية هتكون منطلقة لوحدها. نبي نسمع تقييمك للأغنية الكويتية. من غير تقييم، الأغنية قائمة الكويتية بذاتها. أنا بعطيك تاريخ لمسته أنا بذاتي. عندما جيت الكويت أنا ذاك عام 63 أذكر، أول بدايتي 63 أو 62 أذكر، كان هناك في نشاط محسوس وملموس للأغنية الكويتية، وبكل صدق بقولها، مش فخر يعني أن في الكويت قدامكم أتباهى بهذا الكلام، لا، هذا الواقع وتحصيل حاصل. أول ما بدأ معهد في الجزيرة العربية في الكويت، العزف الجماعي، أذكر مجموعة كانت فرقة كبيرة جدا في الكويت أنا ذاك، فيها من فطاح الموسيقيين زي نجيب رزق الله، ميشيل مصري، رضا غنيم، فطاح من الفنانين، عوض الدوحي الله يرحمه، سعود الراشد، كان يغني حسين جاسم أيامها، كان يغني أغاني بداية السيد عبد الحميد السيد، مع مجموعة ما أقدر الحين شوف لو نسيت واحد بيزعلوا مني، كلهم أصحابي وحبايبي، هذه الحقيقة. برضو رحنا ذيك الأيام كان في تلفزيون دبي تقيمه الإدارة الكويتية، أو هي مسؤولة عنها، أو هي بنت الكويت هذيك الأيام، تلفزيون في دبي، على نمط الأبيض والأسود، وفيها من أصدقائي المذيعين كثير، يعني كان في نشاط وفي صب على هذا الجهاز الإعلامي والفن كأغنية كإعلام كمسرح. بدأت به الكويت. أنا أذكر الناس الغيورين لما جيت، كنت مفلس، جيت من بيروت، عزمنا النادي العربي، كان أخذ كأس الدوري على قوله في الكرة، وجيت ما عندي غير أغنية يا طايرة طيري وذيك ودان دان دان ودان، ثلاث أربع أغاني. أجي أشوف أغاني كويتية، يا معريس، أبو جديلة، توني عرفتك، وما أدري إيه، الله، وفي فرقة وفي ناي العقل، يا واد أرجع. ورحت على بيروت وبدأت أجيب، يا دوب مرت علي، أنت أنا أشوفك، حتى استطيع ان اواكب النهضه الموجوده. نعم، فدلاله انه على انه الكويت لها باعها وذراعها في حضن الاغنيه ونماء الاغنيه الخليجيه، وهي السباقه انها عملت، وهذا تاريخ موجود مثبوت يعني، فهي ساهمت وشاركت ما في شك. ولا يزال بعض الفنانين الطيبين المرموقين، أبو خالد عبد الكريم عبد القادر، الصوت الجميل، الصوت العريض، الصوت الحنون، الصوت المنتقي ينقي ما يريده، وعايش في الساحة ما شاء الله، ويعني له محبينه على مدى الساحة العربية ككل. الأخ العزيز الفنان أبو بكر سالم، اسم عاش في ذاكرتنا جميعا رحلة طويلة في الفن، مشوار لا شك حوالي 40 سنة هذه
تتميز بالعطاء المتواصل اللي نحمل له كل الاحترام بحق عشنا واحنا صغار، وعشوا ابائنا وعشنا احنا، وبيعيشون ابنائنا الان هذا الصوت المتجدد في عطائه. لا شك اي كلمات ما توفي حقه يعني. ان شاء الله سيتم تعاون بيني وبين هذا الاستاذ الكبير، اتمنى ان شاء الله ان ينال اعجاب ورضى الاخوه الاحبه المستمعين. شركات الانتاج طبعا انتاج الكاسيت لها دور في انتشار الفنانين الشباب وتقديم ايضا كل جديد للساحه الفنيه. هذه الشركات هل تساهم فعلا في تقديم الاغنيه الجيده؟ بعض الشركات عملت تسييس جميل وعملت ماركتينج على قولهم الانجليزي التسويق يعني باسلوب مهذب، باسلوب يخدم الفنان ويخدم الشركه ايضا، يعني لهم صدد الكم ولهم الكيف. وبعضها للاسف شوهت هذه انها اخذت ما هو يستطيع ان يحطه في جيبه وعلى الله الوكل، الفنان يروح ولا يرجع له ثاني مره ولا ما رجع له هذا حر، المهم انه قبضها الرجال. شفت كيف؟ لكن بعض الشركات اللي هي تعشق وطنها وتعشق بلدها وتعشق فنها عملتها سياسة مهذبة ومنهجية جديدة بحيث أنها تتداول الفنان هذا وتحضنه وتبرزه عن طريقها ماديا أو نشاطيا، ولكن تحافظ على السمعة الفنية والموهبة الفنية للفنان ضمن طبعا ما في شك المصلحة واردة في هذا العصر كله. وانا حتى اعطيت عبد الله رويشد قلت له المصلحه فوق هذه وارده، انما لا تكون هي نصب العين. طبعا من خلال خبرتك الطويله نبي نسال الفنان المخضرم ابو بكر سالم. انا مخضرم، انا محضرم الاثنين الخضرم حرام عليك لسه شباب. اي والله مخضرم بالفن. ما تسمع زوجتي الكلام هذا فكرنا بعرت عليها بعد. والله فأنا مخضرم والله لسه وما عملت شيء صدقيني حقيقة. هذا رأي جمهورك فيك يعني. أنا والله ما عملت شيء إلا القليل ومقل، وأعترف بقليليتي والله مقل، وبس فرحان لأنه شفت أنا هذيك الأيام أيام الصالات هبشنا كثير ونبشنا كثير ويلا قال طبع زادت عن حدها يعني. فالآن يدوبك ألبوم في السنة واحد اكتفى به يعني. وعشان كذا يعني تجد شغف المحبين والجمهور الطيب شغوف دائما انه متى ينزل ابو بكر احسن. لو كنت كر عليهم كل شهر شهرين هي اياك انا شهرين البارح نزل شهر تفضل، لكن يكون في نوع من الشغف يعني بعد من حبيبك يحبك على قول مثل يعني حلو وكفايتي انا كذا يعني دول يعني حتى الجمهور راضي كذا. طيب 4-5 اغاني في السنه 6 اغاني. نبي منك نصيحه للفنانين الشباب بما فيهم ابنك اصيل. انا قلتها سلفا انه الانتقه ينتقوا اهم شيء، وترى الجمهور ما يرحم صدقينا مهما كانت، يحب الزينه ويشوف العثره وما يحب فنان كذا لله ابدا، يحبه ايش عمله وايش نتاجه ما ابدا، مسرع ما يحب مسرع ما يكره، ما يكره ما ينسى استغفر الله يعني. الكره هذا بعيد ان شاء الله علينا نعم. نعم لكن الجمهور يوزن عيون قدامه يشوف الفنان ايش يسوي ايش يعمل. وعشان كذا الانسان في بدايته انهم لا ينساقوا وراء الكم اكثر من الكيف دائما، والفنان مراقب في كل شيء، في لبسه في حركته في شيء. انا عامل نظارات الحين خايف انه واحد اعرفه في الشارع ما اسلم عليه يقول لك هذا مغرور حقيقه، فحطينا 4 عيون حقيقه يعني.
فمراقب في لبس حركاته في هكذا هكذا وضع الفنان دائما. هذه يتجنبها الأشياء بقدر المستطاع أنه دائما يكون وراء الستار حتى يكون دائما يعني محبينه يعني شغوفين به كثير كثير. بأصيل أنا سعيدة جدا بلقائي معك. الله يخليك. وأمتعني في نفس الوقت وسعيدة بإني قدمت للمشاهد ولبيت له رغبة بإنه يشوف عن قريب ضيف وفنان لطالما استمتع بفنه وتمنى أنه يشوفه على الشاشة ويلتقي فيه بصورة قريبة. الله يحفظك. أنا والله سعيد وأسعد كثير وأدعو لنا بالتوفيق بس إن شاء الله ولنا عودة في انتظار أعمالك الجديدة. والعود أحمد. نعم إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا جزيلا لك. أخذنا من وقت الجمهور الكريم شوي ولكن يا حامل الأثقال خففها شوي. شكرا شكرا.